إذا نأتي لختام هذه الساعة الإخبارية، الزميلة إنجي القاضي تلقاكم بعد دقائق في متابعة. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من حدث اليوم، والتي نبدأها من العراق، حيث أعلن ومن الهاتف من الناصرية عبر الهاتف ينضم إلينا مراسل الحدث شاكر عواد. أهلا بك شاكر، كيف هو الوضع الآن في الناصرية، وهل هناك أي ارتفاع بحصيلة القتلى والجرحى التي ذكرناها؟ أثار توقيت تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار سحب تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق وحظر تمويل أي ضربات عسكرية ضد إيران في المستقبل دون موافقة الكونغرس، أثار انتقادات جمهورية بنما، حيث رحب ديمقراطيون بالخطوة التي اعتبروها مناسبة دستوريا. ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري. أهلا بك عادل، ما جديد التحقيقات التي تدور في شأن هذه القتيلة؟ على ما يبدو أنه زميل عادل غير جاهز معنا بعد، بصبت شعره. يبدأ اليوم سريان قرار إلغاء الإعفاء الأمريكية من العقوبة، واعتبارا من اليوم تواجه هذه الدول الثمانية عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. وزير الخارجية التركية طالب واشنطن بمراجعة قرارها قائلا إن مصافي التكرير التركية لا يناسبها نفط الدول الأخرى. وبالعودة إلى زميل عادل الزبيري، ينضم إلينا إذن من جوار محكمة سلا. أهلا بك عادل، ما جديد التحقيقات في هذه القضية؟ عادل هل تسمعني؟ على ما يبدو الزميل عادل لا يسمعني حتى الآن. هل تسمعني عادل؟ إذن شكرا لزميل عادل الزبيري الذي أسمعك جيدا. تفضل. سألتك عن جدير التحقيقات في قضية مقتل سائحتين الاسكندنافيتين. شكرا لك هاتير. وبهذا نأتي لختام شجر الحدث. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.